السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شايفين كده عملت بامية، طبعا من غير لحمة ولا فراخ ولا طماطم. عملتها بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وعملت جنبها كمان بتنجان وفلفل وطبق بطاطس محمرة وطبق كوسة مقلية. بجد الأكلة دي بتأكل جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا في بداية الفيديو حمرت بصلاية، وبعد ما اتحمرت واتفرت حطيت طماطمية، وبعد كده حطيت العدس وحطيت مية. الجديد اللي انا ايه عملتها بالطريقة دي، انا لما بعمل البامية البامية ام عدس بتاعت الصعيدة كنت بعملها بسلق العدس وما بضيفش طماطم ولا بصل كده، بسلق العدس عادي وبعد ما بيستوي بحط ايه البامية. انما النهاردة عملت بقى طريقة مختلفة. هنا حطيت البامية وكمان حطيت كوباية عدس، يعني عملت على القد كده اللي عندي. طبعا هسيبها تستوي البامية، وبعد كده ايه هبتدي اقلي الباذنجان. بعد ما خلصت الباذنجان ابتديت اقلي الكوسة، عشان كمان ايه بحب اتبلها بالتتبيله بتاعت الباذنجان. هنا عندي الباميه استوت، بصوا بقت عامله ازاي، دي يعتبر زي الباميه بعدس. لو انت حابه هتطشي لها الطشه بالشكل ده وتعمليها كده من غير ما تضربيها عادي، براحتك. في ناس بيحبوا ياكلوها كده، انا بحب اضربها ضربه واحده بس بالهاند بلندر. دلوقتي بقى هبتدي احط الفلفل وهضربه عشان اعمل التتبيله بتاعت البتنجان والفلفل. انا حاطه فلفل حامي وحطيت فلفل رومي وطماطم وكمان توم، هضربهم كويس جدا وانعمهم خالص. طبعا زي ما انتم شايفين كده المضرب بتاعي كله، يعني هو اتكسر مني، فانا حطيت له بلاستر من بره بس شغال الحمد لله. طبعا اتاكد خالص كده، هضربها تاني عشان انا ما قطعتش، طبعا ما قطعتهوش كويس. الفلفل الرومي حطيته سطيح فهبتدي اضربه تاني. زي ما انتوا شايفين كده بقى ناعم خالص. هبتدي بقى احط معلقه ملح كبيره وطبعا كمون لو متاح عندك، انا بصراحه خلص عندي فانا استكفيت بالملح وخل وليمون. وهتبله بقى مع نفسي كده عشان ما اطولش معاكم الفيديو اكتر من كده. بقى كان في شويه فلفل قليتهم وهبتدي بقى ايه اتبلهم مع الباذنجان. هعمل بقى الطشه، عملت ثوم، حطيت ثوم مفروم وحطيت معلقه كزبره ناشفه. طبعا بعد ما حطيت الطشه في قلب الباميه بقت بجد تحفه، طعمها خطير جدا زي ما انتم شايفين، شكلها حلو ويفتح النفس. عملت جنبها بقى الباذنجان، البتنجان بفلفل، وعملت بطاطس، طبق بطاطس محمرة وكوسة مقلية، وحطيت عليها التتبيلة بتاعت البتنجان والفلفل. بجد أكلة بتأكل وبتفتح النفس، بتمنى تجربوها. ويا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم.